فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم فيه عن الفيزيكس كنترولينج ذا بلاد فلو، قوانين الدم. طبعا هنتكلم على أكتر من قانون النهاردة، جمعتهم في شكل 3 مايند مابس في فيديو أتمنى يعجبكم. البداية هو القانون ده، الفلو إيه علاقته بالدلتا بي اللي هو فرق الضغط أو البريشر جريدينت والريزيستنس المقاومة. أومز لو، وده أول قانون عندنا، قال فكرة بسيطة جدا. أنا لو جبت بلاد فيسل والبلاد فيسل ده أنا ضيقته، عملت فيه مقاومة عالية أو ريزيستنس عالي، تتوقع الفلو اللي معدي في الفيسل ده يزيد ولا يقل؟ تقول لي طبعا يقل، يعني الفلو يتناسب عكسيا مع الريزيستنس. طبعا في اي قانون زي ما انتوا عارفين في الثانويه عامه في الفيزيكس لازم تحط ابريفيشن او اختصار، الفلو اول حرف منها اف، البريشر اول حرف بي، الريزيستنس اول حرف ار. طيب ايه علاقه البريشر جريدينت؟ شيء طبيعي، اللي عنده ضغط اعلى هيوزع الدم للي عنده ضغط اقل. يعني هدي مثال، أورطة أشهر شريان عندنا، ده الفيسل اللي بيوزع distributing، لازم الفيسل ده علشان يوزع يضيق. لما يضيق الفيسل هيجبر البلد فلو انه يتحط في مساحة أقل فيزود الضغط جواه، يعني الضغط يزود البريشر الجانبي على الفيسل. قول طب الفيسل اللي هي يستقبل منه الدم البريشر فيه اقل اوسع علشان ياخد. ودايما فكرة الفلو زي فكرة الشلال، التحرك من ضغط اعلى الى ضغط اقل. يبقى انا استنتجت من القانون ده ان الفلو دايركت بروبورشنال مع بريشر جريدينت وانفيرس بروبورشنال مع الريزيستنس. من خلال المعادلة دي هبتدي اتكلم في المايند مابس. اول مايند ماب اتكلم عن الفلو. الفلو عندنا معلومتين مهمين، نوع تدفق الدم وسرعته. لو جينا على التايب هلاقي متقسم الى عنوانين. قبل ما اقول لك العنوانين عايزك تبقى متخيل معايا، لو فيسل واسع البلد هيمشي فيه في خطوط مستقيمة في layers، ودي أنا بسميها لامينر، لامينر لامينة اللي هي الطبقات. طيب لو الفيسل ضيق زي الباب الموارب هتلاقي الفلو داخل بصعوبة وبيخبطوا في الول، يعملوا نويز أسميها تيربلنس الضوضاء، وده اللي هيتسمع أثناء قياس الضغط. في معلومة مهمة لازم تعرفها، لو حطيت السماعة على البريكيال أرتري وانت مش لافف الرابر باج أو بتقيس الضغط اللي هو العادي مش هتسمع صوت، دم ماشي في خطوط مستقيمة. وعشان أسهلها لك، دايما الصوت بيتسمع لما الباب يتقفل جامد مش لما الباب بيتفتح، وده اللي حصل. لما جينا ضيقنا الفيسل هنسمع صوت ازاي؟ وانت بتقيس الضغط الدم، لو وطبعا عملت لها فيديو هنا في القناة، هتلاقي ان الدكتور بيلف الرابر باك حوالين دراع المريض طبعا، وخرطيم بتبقى نازلة، في خرطوم متصل بعمود الزئبق وخرطوم تاني بيبقى متصل بالمضخة. الفكرة بمنتهى البساطة، انت بتزود ضغط الهواء في الرابر باج عشان يقفل على البريكيال ارتري، ولما خلاص اتقفل البريكيال ارتري طبعا، وهنقول ازاي نتأكد من كده، تفتح الصمام بشويش. اول ما تسمع صوت، صوت تسمعه نتيجة ايه؟ انت كنت قافل على البريكيال ارتري تماما زي ما كان ايدي، قللت ضغط الهواء فابتدى الفيسل يوارب اهو يفتح سنة، الفراغ اللي بين ايديا
هو ده بقى ابتدى يفتح شوية، ابتدى يدخل هنا بلد فلو، بس المساحة اللي داخل منها ما زالت قليلة، فيخبط لاترال على الوول فاسمع صوت. اهو الدوشة او الصوت ده اسميها تيربلنت فلو. سمعت الصوت الاولاني، طيب فتحت الصمام اكتر علشان اقلل ضغط الهواء على البريك الارتري، فدخل بلاد فلو اهو، بص ابتدى الفيسل يوسع اكتر، دخل بلاد فلو اكتر، فابتدى يخبط في الول. لسه الفيسل مش مفتوح على الاخر، ما زلنا تيربلنت فلو. نفضل على كده، الصوت يضعف ثم يختفي تماما لما الفيسل يتفتح على اخره ويبقى لامينر فلو. العالم الروسي اللي قال ان في تدرج في الاصوات اثناء قياس الضغط كان اسمه كوريت كوف ساوند. حتى بنسهلها لنفسنا واحنا طلبه، اقول لك كوريتكم فين؟ الكره اللي بتلعبوا بيها، تقول لي كوريت كوف ساوند. ده العالم الروسي. التربلنس كمان بيحصل في الميرمر، وده نقطه مهمه قوي. لما نيجي تسمعوا معايا فيديوهات الكارديو فاسكولار سيستم هنا في القناه، كلمه ميرمر من العربي معناها لغط، يعني الفالف او الصمام القلب في حاجه غلط، ضيق قوي او واسع وما بيقفلش. لما الفالف يبقى فيه مشكله انت هتسمع صوت. يعني التربلنس مبنيه على فكره كوريتكوف ساوند وميرمر. فطالب يسالني هم دول بس امثله التربلنت فلو؟ لا، في امثله تانية، ولكن دول اهم امثله بالنسبه لنا. طب احنا ازاي نقدر نعرف ده لامينر او تربلنت فلو؟ من خلال الارقام، يعني مش من خلال فهم اكاديمي فقط. فجي عالم فرنسي اسمه رينو، رينو عمل نمبر ليه جميل قوي، رينولد نمبر. قال انا هدرس اربع حاجات. ايه هما الاربعه؟ قبل ما اقول ايه هما الاربعه نفهم الفكره. رينولد قال اي فلو في الدنيا له حركه كاينتيك انرجي وليه طاقه ثابته بوتنشال انرجي. قلنا طيب، قال بصوا معايا دلوقتي لو بصينا على الثلاث قيم اللي موجوده فوق هنلاقي ليها علاقه بالحركه، في velocity of the blood. قال لك عايز اشوف سرعه الدم، قلنا له ماشي. والبي دي هي مش بي، هي كانها بي مايله، density of blood كثافه الدم. والدي كابيتال هو diameter of tube. هتقول انا كده فهمتك، سرعه الدم اللي بيعدي من الانبوبه، مش قصدي انبوبه، قصدي blood vessel. سرعه، كل ما الفيسل يبقى ضيق كل ما السرعه تكون اعلى، يبقى معناه ان فيه حركه. ده مهم جدا الحكايه دي. طب وايه المقام اللي عندي اللي موجود فيه دينومينيتور اللي شبه الان ده اللي هو فيسكوزيتي؟ كلكم اخدتوها في الفيزيكس قبل كده، اللي شبه الان ده تبقى ايه؟ طيب هتقول لي الفيسكوزيتي معناها لزوجه، يعني احتكاك البلد موليكولز ببعض، الفريكشن. طب هو الفريكشن ده بيحصل نتيجة ايه؟ بوتنشيال ستيت، الوضع الثابت، الوضع اللي انت لسه ما تحركتش بقى، لسه ما تحركناش. فندرس العلاقة. فرينولد قال ببساطة شديدة علشان اقول ان في تيربلنس عالي لازم السرعة تكون عالية، في velocity، الديامتر اوف التيوب يتغير لان الدنستي ثابته. قلنا له ماشي، الحاجات دي لما تتغير وتزيد اللي هو النومينيتور البسط، يبقى الريشيو زادت، يبقى اذا ده تيربلنس. وقال ده اكتر من 3000. يعني لو عملنا المعادله، اداني فيلوسيتي في مساله، ديامتر اوف تيوب، دنستي، واداني فيسكوزيتي، وقسمتهم على بعض ويطلع الرقم فوق 3000، ده معناه ايه؟ تيربلنت فلو. طيب لو العكس، الفيسكوزيتي اللزوجه
هي اللي زادت، الفريكشن زاد قوي. ما دام الفريكشن بيزيد قوي معناه احنا ما بنتحركش، الثبات هو الواضح، يبقى اذا لامينار فلو الريشيو قلت، يبقى ده لو اقل من 2000. بص معايا على التو اكستريميتيز، على الاختلافين اللي موجودين عندنا، لو قيمه اقل من 2000 يبقى الفلو خطوط مستقيمه، لو اكتر من 3000 يبقى تيربلنت فلو. طيب لو اكتر من 2000 واقل من 3000 بين البنين بنسميه مرحله انتقاليه او ترانزيشنال زون. يعني انتقاليه، لا هو لامينر في خطوط مستقيمه ولا هو تيربلنت. طيب كده درسنا مقدمه عن نوع الفلو. طب سرعه الفلو ليه علاقه بضغط الدم، وده المايند ماب التاني. بصوا بقى معايا، ايه علاقه ضغط الدم بالسرعه؟ انا هنا عملت عنوان تجميعي، قلت بريشر ريليشن ويز، واديت عنوانين velocity وtension، وهنفهم دلوقتي يعني الكلام ده. نيجي بقى لسرعه الدم وعلاقته بالضغط. احنا لسه قايلين لو فيسل ضيق لازم السرعه تكون اعلى. ليه؟ علشان تتغلب على الريزيستنس العاليه. زمان واحنا طلبه في المدرسه في الساينس اخذنا حاجه اسمها برنولي برينسيبل، او نظريه الاواني المستطرقه اللي درسها بالعربي. جبنا 3 تيست تيوب متصلين ببعض، والتيست تيوب اللي في النص ضيقناها، وعايزين الفلو يمشي من التيوب الاولى الى الثانيه. انا لما بواجه ريزيستنس عالي لازم ايه اللي يحصل؟ هتقول لي الريزيستنس العالي بيقلل الضغط. اكتر حاجه تقلل البريشر انه يقابل مقاومه عاليه، وده اللي حصل. انا داخل لك ببريشر معين، بضغط معين، لقيت مقاومه عاليه، هخرج من عندك اقل. وقبل ما اكمل كلامي عايزها تبقى شكل منطقي، شرحتها في الكارديو فاسكولار سيستم. في فيسل اسمه ارتريول، الشريان الاصغر. الارتريول ده فيه مقاومه عالي قوي زي ما كان ايدي، يجي هنا الفلو داخل اللي من الارتري يقابل المقاومه العاليه. انا كنت داخل ببريشر معين، اخرج من عندك ببريشر اقل. ارقام دي هنقولها فيما بعد. يعني كنت داخل لك ببريشر 90، اخرج منك ب 32 مليمتر مركري. هتقول لي معنى الكلام ده، ما دام البريشر قل ده معناه ان البوتنشال انرجي قلت. طبعا هو انا ازاي اتغلب على مقاومه عاليه وانا طاقتي ثابته؟ لازم اتحرك، لازم ابذل مجهود، عشان كده البوتنشال انرجي قلت، طاقه الوضع اللي كنا بنقولها في المدرسه زمان. وفي المقابل زاد الكاينتيك انرجي. فطالب بيتابعنا دلوقتي يقول لي انا فهمت قصدك، الاثنين عكس بعض. ما هو منطقيا الاثنين عكس بعض، ما هو يا اما طاقه وضع وثبات او حركه. فلما يقل البوتنشال زاد الكاينتيك. فجبر نولي وحط القانون بتاعه، قال بوتنشال انرجي بلس كاينتيك انرجي ايكوال كونستانت. لو قل البوتنشال يزداد الكاينتيك، والعكس صحيح. فيجي طالب بقى يقول لي طب وانا عايز المثال العكسي. المثال العكسي لو انت اتولدت بعيب خلقي، اتساع في شريان الأورطة بسميها انيوريزم، في انتفاخ في هذا الشريان. لو اتنفخ الشريان ده الدم بيتجمع في الديستنشن ده، يتجمع يبقى البوتنشال انرجي زادت، وبالتالي الكاينتيك انرجي قلت، علشان يبقى المجموع ايكوال كونستانت. خلي بالك الفيسل لما بيضيق بنسميها تصلب شرايين. يعني بمنتهى البساطه كوليستيرول لما بيتراكم على الوول اوف ذا فيسل، اللي بيحصل ان اليومن بتاع الفيسل عمال بيضيق، بسميها
أثيرو سكليروزس. مصطلح ده جديد بالنسبة للطلبة. بمعنى إيه؟ أثيرو معناها كلمة لاتيني معناها فيسل، سكليروزس تصلب، ما بقاش فيه مرونة في الأرتري، طيب مش قادر يوسع براحته. طب السؤال المهم، إيه علاقة البريشر بكلمة اسمها تنشن؟ في البداية لازم تعرف الفرق بين الكلمتين. كلمة بريشر هتقول لي دي معناها ضغط، طب وتنشن؟ أقول لك معناها ضغط. طب يا دكتور فين الفرق بين الكلمتين؟ عادة التنشن هو الضغط الخارجي، خارجي، والبريشر هو الضغط الداخلي. يعني هديك مثال، واحد فرنساوي اسمه لابلاس قال أنا هعمل تلات قوانين، فجمعت لكم القوانين بالتلات أسهم دول في السلايد دي. قال أول قانون على الألفيولاي، الألفيولاي هي البالونة اللي جوه الرئة، الرئة فيها 300 مليون بالونة، رقم مذهل جدا. طيب البالونة دي احنا مش عايزينها انها تتقطع، تتقفل، تفضل مفتوحة. طب تفضل مفتوحة، في قوة داخلية عايزة البالونة تفضل مفتوحة. يعني تخيل الالفيولاي اهي، تمام، وهو احط لك القلم في النص، هنا في النص في بريشر بنسميه ديستندنج بريشر. ديستند يعني عايز يوسع البالونة، مش عايزها تتقفل، ففي بريشر داخلي. طيب البريشر اللي عايز يوسع الالفيولاي يعملها ستريتش، يمطها، في المقابل في قوتين بيصغروا البالونة، قوة اسمها إلاستيسيتي، المرونة. ما هو أي بالونة عاملة زي الأستيك، فيها ألياف مرنة عايزة تصغر، الأستيك لو شديته لورا ما هو عايز يصغر ويرجع لطوله الأصلي. البالونة نفس الفكرة، اتعب وانفخها وسيبها تلاقيها ترجع تصغر تاني بمرونتها. فالإلاستيسيتي بيصغر الألفيولاي، أهو ده واحد من ضمن التنشن، تمام. وفي قوة تانية، الألفيولاي كده بالمنظر ده بتبقى متبطنة مكان الألم بووتر لير، طبقة مية، طبقة المية اهي، تخيل هنا طبقة المية وفي النص في الهواء. لو حطيت الهواء قصاد طبقة المية مين أقوى كقوة جذب؟ تقولي جزيئات المية أقوى، السيرفس تنشن اللي درسها بالعربي التوتر السطحي، قوة جذب جزيئات المية في الوول أعلى من قوة جذب جزيئات الهواء، وبالتالي لو حطيت الاتنين قصاد بعض الووتر يدخل ما بين الاير موليكيول. انا قوة الاتراكشن عندي كمية قدك يا هوا 10 مرات، فاقدر اخترقك، وبالتالي الالفيولاي تغرق بمية، هنسميها اديمة. ربنا مش عايز كده، عايز يضعف هذا السيرفيس تنشن، وفعلا ده اضعفه بمادة تشبه الزيت اسمها الليسيسن، هنقولها فيما بعد في فيديوهات الريسبيريش. يبقى انا عندي القوة التانية اللي تصغر الالفيولاي اسمها سيرفيس تنشن، وبالمصادفة جت بكلمة تنشن. طب طالب دلوقتي هيقول لي طب ما هو السيرفيس تنشن ده في الوول اوف ذا الالفيولاي، انت ليه قلت ضغط او قوة خارجية؟ انا مش قصدي، مش شرط تبقى خارج المكان اللي بتكلم عليه، قد تكون جواه ولكن قوة عكسية. يبقى انا كده عندي 2 تنشن، قوتين يصغروا، مرونة إلاستيسيتي وسيرفس تنشن. بس قبل ما اجي اكمل، طالب هيسأل طب هو دلوقتي ازاي السيرفس تنشن هيصغر؟ ما هو لما الالفيولاي هتتملي، تخيل كل ده اتملى بمية كأنها كوباية، كل ده مية تحت القلم، ده المية عندي، يبقى المساحة اللي فوق اللي باقية للهواء هتقل، فالألفيولاي كولابس تتطبق. فدلوقتي لازم البريشر الداخلي اللي يوسع يكون ضعف القوة اللي بتصغر، بريشر ايكوال تو تنشن،
double the tension. طيب ايه الار سمول دي؟ احنا لسه دارسين ار كابيتال. الار سمول ده رمز للراديوس، لنص القطر، وده شيء طبيعي. الفيولاي صغيره يبقى الراديوس صغير، يبقى البريشر اعلى والعكس صحيح. في معلومه مهمه، ان ربنا خلق ملايين الالفيولاي مختلفه في الاحجام، في الصغير وفي الكبير. فاوعى تفتكر ان الالفيولاي الصغيره تتعرض لتنشن كبير، معلومه غلط. الالفيولاي الصغيره تتعرض لتنشن صغير تتحمله، كل واحد حسب حجمه، والالفيولاي الكبيره تتعرض لتنشن اكبر تتحمله. التنشن لا يتساوى في السمول واللارج الفيولاي، مش ممكن، لانه لو تساوى بقت العلاقه فقط بين بي وار. تخيل سمول الفيولاي الراديوس فيها صغير، يبقى البريشر فيها عالي، علاقه عكسيه. اما اللارج الفيولاي العكس، اللارج هيبقى البريشر فيها قليل، فيسيب الهواء للسمول الفيولاي ويروح لللارج الفيولاي، فالسمول كولابس وتتطبق اسرع. في فيديوهات الريسبيريشن انا شرحت ان ربنا بيحمي الصغير دائما، بروتكت للسمول الفيولاي، ودي مهمه. قانون التاني لابلاس قالوا على الكابيلاريز. الكابيلاريز او الشعيرات الدمويه اللي موجوده في رجلينا بتتعرض لبريشر عالي اثناء الوقفه او القعده، الجرافيتي، دايما في ضغط عالي تحت. والدليل لو قست ضغط الدم في اللور ليمب هتلاقيه اعلى من الابر ليمب. هتقولي طب معنى الكلام ايه؟ الالم ده هو الكابيلاري الرؤية، وايدي الشمال هو البريشر العالي، كونتراكشن اوف سكيليتال ماسل. طب وانا بعمل كونتراكشن، انا بضغط على اهو الكابيلاريز، كابيلاري ممكن تتقطع. عشان كده ربنا خلى البريشر اللي جوه الكابيلاري يزيد لكي يتناسب مع القوة الخارجية اللي براه. القوة الخارجية اسمها T tension زي ما قلت هنا، والP هو البريشر اللي جوه الكابيلاري اللي عايزها تفضل distended، مفتوحة وما تتقفلش. عشان كده العلاقة طردية، يزيد التنشن يزيد البريشر. كلام منطقي جدا. هتقولي طيب والآر هنا، انا لاحظت ان العلاقة ما بين الآر والتي علاقة دايركت. هقولك نقولها بترتيب منطقي، كل ما يزيد الضغط الخارجي او الكونتراكشن of muscles of the lower limb، شيء طبيعي الكابيلاري لازم توسع، تملأ بدم اولا، يزداد الراديوس، ثم يعلى الضغط فيها ثانيا. انا عايز اللي بيسمع معايا الفيديو يخلي بالي، خلوا باله من ترتيب الكلام. انا ما قلتش ان البريشر والراديوس هيزيدوا مع بعض، قلت لا، الراديوس هيوسع تمام، ثم يتقفل الدم جواه فيعلى الضغط على الول اوف كابيلاري لكي يتناسب مع زيادة التنشن. يبقى لو حبينا نرتب المعادلة، الأول زاد الآر، ثانيا زاد البي، ثالثا ليتناسب مع زيادة التنشن. نفس فكرة الدايليتد هارت. تخيل القلب دلوقتي قدامه مشكلة. في الطبيعي الفنتركل أو البطين بيضخ الدم للأورطة. ليه؟ لأن الضغط جواه، جوا اللفت فنتركل أعلى من الأورطة، ده منطقي جدا، فيتحرك البلد حسب البريشر جريدينت. طب لو أنا عندي الأورتيك فالف، الباب ده ضيق اللي بين اللفت فنتركل والأورطة، هتقولي لازم اللفت فنتركل يبذل مجهود أكبر علشان يضخ الدم في الأورطة. أقول لك ماشي، طب يبذل مجهود أكبر إزاي؟ لازم اللفت فنتريكل يوسع ويتملي بالدم
ده اولا، يعني يفتح الايه الاتريو فينتريكولار فالف، الصمام اللي بينه وبين الاتريوم، يقول له افتح البوابه نزل دم كتير ثم اقفل البوابه، فالدم اللي جوايا يخبط في الوول، زي ما تجيب طلبه في مدرج تفتح البيبان وبعد كده تقفل على الدفعه كلها في مكان معين، يبتدوا يعملوا دوشه عايزين يخرجوا. نفس الفكره البلاد عملها، انت في الاول فتحت الباب زودت الراديوس اولا، وبعد ما قفلنا الفالف زاد البريشر ثانيا علشان يتغلب على التنشن الخارجي. التنشن ده عامل زي الريزيستنس، المقاومة الخارجية اللي مضايقاني انا عايز اتغلب عليها. دي مهمة جدا تخلي بالك منه، عشان كده هتقول الله طب انا ملاحظ ان شبه الكابيلاري بالظبط، ولكن هناك اختلاف واحد W. الW ده رمز للوول سيكنس، سمك الجدار. هو الفنتركل بيملى ويقفل الفالف، بريشر يزيد، مازال اقل من ضغط الاورطة بره، فمحتاج انه يملى سايكل تانية، الدورة التانية، ويقفل الفالف ويزود الضغط جواه، هو مازال اقل من ضغط الاورطة بره. يفضل على كده لغاية بمرور الوقت على اللونج ران، المدى البعيد، يزداد سمك الوول اوف ذا ليفت فنتركل. خلي بالك ادي الفنتركل عندي، هل السمك يزداد لبره السيكنس ولا يزداد لجوه؟ السيكنس هيزداد، بص مكان ايدي، لجوه. ليه؟ عشان يحط البلد في مساحه اقل، يزنق الدم فيزيد الضغط جوه الوول اكتر، فيتغلب على الاورتيك بريشر الخارجيه فيحصل بامبينج. يعني الفكره بمنتهى البساطه، الوول سيكنس عكس التنشن، عشان كده بص على العلاقه عكسيه، حطيت الدبليو في المقام ومعناها لما يزيد الوول سيكنس هيقل التنشن. طب في الكابيلاريز ما حطيتش ليه وول تنشن؟ لان الكابيلاريز اساسا سين وول، وطالما جدار رقيق يبقى نتجاهل تماما الول سيكنس وما نحطوش. بص معايا، دي اهميه كل قانون لابلاس لول في الالفيولاي، سمول الفيولاي سمول تنشن نوت رابشرد. طب لو سمول كابيلاري سمول تنشن نوت رابشرد. لاحظ معايا وانا برتب لك المعلومه، مهمه قوي، ان قاعده ربنا معانا ثابته، الصغير يجب حمايته كان الفيولاي او كابيلاري. طب لو دايليتد هارت، بص زاد الار، ما هو دايليتد القلب بيتملي بالعرض، فالراديوس نص القطر بيزيد ليواجه زياده التنشن ويحافظ على نفس البريشر. اخر جزئيه عندي في قوانين الدم، علاقه البريشر بالريزيستنس. هتقول لي طب ما هو انت لسه قايل العلاقه، لما اواجه مقاومه عاليه البريشر هيخرج من المكان الضيق ده اقل من ما دخل، لكن انا دلوقتي بتكلم عن علاقه البريشر بالريزيستنس من حيث السيركيوليشن. عندي نوعين من الدورات الدمويه، يا اما سيستميك وعندي بالمونري. سيستميك اللي هي الدوره العامه، أورطة يوزع الدم الارتريول اصغر الى كابيلاريز شعيرات دمويه، فينيولز الى فينز، ثم يرجع الدم الى رايت اتريوم. المعلومه دي كلنا عارفينها من ايام ابتدائي في المدرسه، مش جديده بالنسبه لنا. الجديد ايه؟ تعال نطبق قانون اومز لو اللي قلته في البدايه على ده. هتقول لي القانون بيقول ايه؟ فلو يساوي دلتا بي على ار. هقول لك طب لو الدلتا بي ده يا ترى عايز اشوف تقريبا كام؟ نشوف البدايه. دلتا بي هو فرق ضغط ما بين الاعلى في الاورطه والنهايه في الرايت اتريوم. ما لما تقول لي بريشر جريدينت انت بتاخد بدايه ونهايه، مش بتاخد اللي في النص. البدايه اورطه قالوا هي مين
arterial pressure MAP MAP مين يعني متوسط ضغط الدم في الأورطة؟ هو بأمانة متوسط الضغط 93 مليمتر ميركري وليس 90، وأثبتناها في فيديو قياس الضغط قبل كده. هنقول إنها 90 تقريبا. طيب ده المين arterial pressure متوسط ضغط الأورطة. طب إيه CVP؟ افهم الأول الفكرة. الرايت اتريوم هو نهاية هذه الدورة اللي هنصب فيه الدم. الرايت اتريوم اللي فاتح فيه هو الفينا كيفا، والفينا كيفا خلي بالك متصلة بفينز في الرقبة اللي متصلة بفينز في البلورا. كلام كبير. طيب أنا متصل بفينز أو فينا كيفا، الفينا كيفا أقدر أعتبرها فينز مركزية ولا طرفية؟ يعني هل لي علاقة بالإيدين والرجلين؟ تقول لي لا، هو متصلة بالقلب. القلب في السنتر بتاع الجسم مايل سنة شمال، يعني الهارت in the center، يبقى الفين اللي متصل بيه هسميها central venous pressure او اختصارها CVP. لما جينا عرفنا CVP ده بكام طلع بزيرو. اوعى تفتكر زيرو يعني ما فيهوش دم، لا، زيرو معناها كل ما يجي البلد يضغط على الول الفين يوسع، لان الفين عنده قدرة عظيمة على الاتساع، بنسميها كاباسيتنس الاتساع، فبالتالي البريشر اللي جوايا صفر. 90 ماينس زيرو 90. طيب تعال نشوف في البالمونري مين بالمونري بريشر. ما هو مين ده متوسط؟ متوسط ضغط البالمونري ارتري 15. طيب النهاية فين؟ تعال نشوف الدورة الدموية الخاصة بالرئة. بالمونري ارتري ادى الارتريول، ادى البالمونري كابيلاريز شعيرات رئوية، ادى البالمونري فينز الاربعة فينز اللي فاتحين في الليفت اتريوم، يبقى النهاية هو ليفت اتريوم. الضغط في الليفت اتريوم هيساوي زيرو. الله، يعني برضو 15 ماينس 0 هنا 15 وهنا فرق الضغط 90. ايه يا دكتور اللي عايز تستنتجه؟ ان فرق الضغط عالي قوي في السيستميك سيركوليشن، قد البالمونري 6 اضعاف. طب واحنا لسه واخدين في اومزلو كل ما يزيد البريشر جريدينت كل ما الفلو يزيد، كل ما الفلو يزيد، وده اللي احنا عاوزينه. احنا في السيستميك بنواجه ريزيستنس اعلى بكتير من اللي بيواجهها الدم في البالمونري سيركوليشن، وطالما في مقاومه عاليه في السيستميك يبقى لازم بريشر جريدينت عالي عشان يتغلب على هذه المقاومه. كلام في غايه الاهميه تكون عارفه. طيب نيجي بقى لقانون مهم جدا اسمه بوازييه لو. بوازييه ده كان عالم فرنساوي، اهو تاني عالم فرنساوي بعد رينولد. بوازييه قال انا عايز اعرف ايه الفاكتورز اللي بتتحكم في الريزيستنس. قلنا له الفاكتورز دي فلو ودلتا بي. قال لا انا عايز فاكتورز تاني. قلنا له حاجه بمنتهى البساطه خدناها في المدرسه زمان، لو جبت تيوب طويله كل ما يزيد اللينس كل ما الريزيستنس تزيد. ده شيء طبيعي، كأنك ماشي في طريق طويل، كل ما يطول الطريق كل ما المقاومة أو المطبات أو المشاكل اللي بتقابلك هتزيد. عشان كده الريزيستنس يتناسب مع الـL، والـL اللي هو اللينس، يزيد اللينس يزيد المقاومة. حاجة تانية الفيسكوزيتي، كل ما تزيد كل ما المقاومة هتزيد، شيء طبيعي. فيسكوزيتي معناها ايه؟ هتقول لي معناها فريكشن، السيلز محتكة ببعض فاللزوجة عالية، البوتنشال ستيت اعلى. طب انا عايز اتغلب عليه بكاينيتيك انرجي زي ما قال رينولد. يبقى اذا الفيسكوزيتي لما تزيد معناها ريزيستنس بقت عالية، معناه ان في مقاومة اعلى. طيب يتناسب عكسيا مع ايه؟
مع r to the power 4، يعني مع radius to the power 4. يعني اوعى تقول لي resistance r capital يتناسب عكسيا مع r small، اقول لك لا، لان دي بتيجي مسائل كتيره بعدين. يعني العلاقه عكسيه مع r to the power 4؟ بمنتهى البساطه، لو الراديوس تضاعف مرتين، تخيل لو المقام 2 to the power 4، يعني الريزيستنس تقل 16 مره. خلي بالك قانون بوازييه مش بس على البلاد فيسلز او الفلو، ده كمان شرحناه في الاير واي ريزيستنس في فيديوهات الريسبيريشن. الكلام ده في غايه الاهميه. في كتب تحط لك ميكس بين القانونين، ازاي؟ مش الفلو دلتا بي على ار، تقول لهم اه، يقول لك طب والار يساوي ايه؟ تقول له يساوي الدلتا بي على الفلو. منتهى البساطة، دلتا بي على فلو. يعني ايه بقى معنى الكلام؟ يعني انت تشوف الفلو يتناسب طرديا مع ايه، يبقى اكيد عكسيا مع الريزيستنس. ده مهم جدا انك تركب القانونين مع بعض، لانه ساعات يجيبها لك، هي سهله قوي مبنيه على الاستنتاج. يعني بقول لك الفلو دلتا بي على ار، طب خلاص، طب ما هو الريزيستنس هيساوي الدلتا بي على الفلو، عادي جدا. طب انا اشوف بقى ايه الريزيستنس، دلتا بي على الفلو، طب ايه الفاكتورز اللي كانت بتتحكم في الفلو؟ دايركت بروبورشنال مع الفلو تبقى انفرسلي بروبورشنال مع الريزيستنس. خلي بالك دايما في القوانين اتعلمناها في المدرسه، لما تقول دايركت بروبورشنال لازم تتفك بقيمه 8 على باي، ده العادي. طيب اخر جزئيه هنا، بريشر ات ويتش نو فلو هي كريتيكال كلوزنج بريشر. يعني ايه؟ الضغط جوه أي فيسل يقل 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 لغاية قيمة معينة، إذا قل عندها الفيسل ده هيتطبق كولابس، فبنسميها كريتيكال حرجة. زي أقول لك كريتيكال كير، يعني لو أنت ضغطك قل عن قيمة معينة لا تخش وحدة الرعاية أو غرفة الرعاية المركزة. هنا بسميها كريتيكال كلوزنج بريشر. اقراها من الاخر للاول، هو البريشر اللي لو قل عن قيمه معينه كريتيكال هيتقفل الفيسل، كريتيكال كلوزنج بريشر. طبعا انا بنهي هذا الفيديو بان انا افكرك بالعناوين الرئيسيه اللي قلناها، علاقه الفلو بالدلتا بي والريزيستنس اومز لو. اتكلمنا عن الفلو طبعا ليه نوعين، لامينر و تيربلنت، واتكلمنا طبعا عن استخداماتهم والرينولدز نمبر والفيلوسيتي. تاني حاجه اتكلمنا عن برنولي برينسيبل ولابلاس لو بالثلاث قوانين، الفيولاي كابيلاريز دايليتد هارت، ودي القوانين مكتوبه قدامنا شرحناها بالتفاصيل. واخر حاجه علاقه البريشر بالريزيستنس سيستميك وبالمونري وبوازييه لو. يبقى اذا في الفيديو النهاردة اتكلمت على ثلاث قوانين، على أومز لو، على رينولد نمبر، على بوازييه لو. خلي بالك في المعلومة اللي كاتبها في الريكتانجل، إن اللينس والفيسكوزيتي ثابتين، اللي بيتغير فقط هو الراديوس، سواء أضيق الفاسل فازو كونستريكشن أو أوسع الفاسل. في معلومة أخيرة، إن الكاباسيتنس أو الكومبلاينس الاتساع، اكتر فيسل بيوسع او مخزن الدم جواه هو الفين، جواه 54% من دمنا. فكرة بمنتهى البساطة، كل ما الفين يوسع الفوليوم اللي جواه بيزيد والبريشر هيزيد بعدين، فالعلاقة طردية في النهاية، يزيد الفوليوم هيزيد البريشر في النهاية. قالوا طب ما تيجي نعمل معادلة، قلنا عادي، فوليوم يساوي بريشر تايمز كونستانت ثابت، الثابت ده هيساوي فوليوم على بريشر،
والثابت هو الكومبلاينس، الاتساع، او بنسميها كلمه كاباسيتنس، كاباسيتي السعه، وشيء طبيعي جدا. عايز تقول على الفين عندها قدره اتساع بالعقل، تتملي بفوليوم كبيره باقل ضغط ممكن على الوول عندها. نفس الكلام ده هينطبق على الالفيولاي، على البالونه. هو البالونه دي جديده ولا قديمه؟ البالونه الجديده عندها القدره على الاتساع اكتر، تتملي بهواء اكتر وباقل بريشر ممكن. نفس الفكره دي لازم نكون عارفينها. كان معاكم دكتور محمد فايز.